هذا العهد ماضون. انظروا إلى فلسطين كيف حررت نفسها من ربقة العدو ومن ربقة المتخاذلين ومن ربقة الاستعمار، وها هي اليوم ترفع سلاحا جديدا بعد أن علمتنا هذه فلسطين كيف نقاوم بالحجر، كيف نقاوم بالسكين، كيف نقاوم بالحزام المتفجر. اليوم يخرجون علينا بسلاح جديد اسمه سلاح داعس. حيوا بالله عليكم داعس في هذا اليوم.